بعد ما تعرفون بعد انتهاء العمليات العسكرية قامت المنظمات الإنسانية بإعادة وتأهيل المنطقة القديمة، لأن المنطقة القديمة تعرضت إلى يعني دمار شامل، ومنطقة تتواجد فيها العوائل الفقيرة. يعني رغم يعني لوما المنطقة المنظمات الإنسانية اللي قامت بإعادتها، ما استطاعت هاي الناس أن ترجع وتعيد الحياة إلى هذه المنطقة القديمة. والله رجعنا احنا يعني بعد التحرير، من يعني بلشت الحياة بيها أني بلشت وبعدت فتح المحل مالتي في هذه المنطقة، والناس يعني شلون نقول كل واحد يعني جاء على طمع خوينه وعلى جاره وعلى صديقه، ورجعت المنطقة مع يعني المنطقة اللي رجعت لوم المنظمات الإنسانية ما ترجع، لأن ماكو دور للحكومة المحلية بذاك الوقت، لا الحكومة المحلية ولا الحكومة المركزية لها دور بإعادة المنطقة لأسباب كثيرة. فاللي إعادة تأهيله من أجل أنه يعيدون البصمة والتراث القديم للمنطقة من خلال الفرش والسراديب أيضا مالتهم، يعني هم جايين بالأخص أنه إعادة هاي المنطقة وتأهيلها لتراث مالتها والعوائل اللي موجودة، مثل ما قلت لك أنه عوائل فقيرة جدا، لولا المنظمة ما عادت الحياة إلى منطقتنا وإلى المناطق القديمة. شاكر محمود. لا.